السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين كلمتين مع شيماء. أهلا ومرحبا بكم. النهاردة عايزة أقول لكم فيديو مهم جدا جدا لكتير من الأمهات والأبهات اللي بيبقوا مشغولين بشكل غير طبيعي. نعمل إيه؟ نتصرف إزاي؟ إيه الصح وإيه الغلط؟ عايزة أقول لكم عن تجربة وعن خبرة. بصراحة كتير مشاكل وعقد وتغيير ولأ كده وكده لأ، فهقول لكم من الآخر خلاصة الخبرة يعني، وممكن أكون أنا غلط. اللي برضو عنده تعديل على أي كلام أنا هقوله يكتبه تحت في الكومنتات، بس ده مجرد وجهة نظري في الموضوع. عربي ولا لغات؟ طبعا كل الأمهات بتيجي عايزة تدخل ولادها لغات، كلنا عايزين ندخل ولادنا أحسن حاجة وحاجة تكون كويسة ليهم وتفيدهم في تعليمهم والكلام ده كله، فكله بيبقى عايز يدخل ولاده لغات. طيب طب هدخلهم لغات شوية وبعد شوية لما الاقي المناهج بقت أصعب أحول لهم عربي. لا، أنا هدخلهم عربي وكله محصل بعضه وده زي ده في الآخر وكله تعليم. لا طب أنا هعمل إيه؟ طب أسوي إيه؟ كل ده طبعا هرد لكم عليه بأمر الله في الفيديو ده، إن شاء الله تستفيدوا منه جدا. أول حاجة عربي ولا لغات؟ عايز أقولك ده بيتوقف على 3 نقط، وركزي فيهم معايا كويس جدا. 3 نقط لازم تكوني الـ3 نقط دول عندك ومتوفرين عشان تدخلي ابنك. تحددي هتدخلي لغات ولا عربي. أول نقطة المدينة، وهشرح لكم كل نقطة بعد كده بالتفصيل. تاني نقطة عامل المادة. تالت نقطة عامل التركيز مع الطفل نفسه. الطفل نفسه هل مركز وهل عنده القدرة انه يتعلم التعليم اللغات ولا لا؟ أول حاجة عامل المدينة. عايزة أقولك إن لو أنت في قرية أو في مدينة ضعيفة ما فيهاش مدارس لغات كتير، ما فيهاش تعليم لغات قوي، ما فيهاش ناس بتدي دروس كتير للغات، أو المدرسين اللي موجودين ضعاف، لا يبقى دخلي ابنك عربي مش لغات. يبقى أول حاجة عامل المدينة. لكن لو أنت في مدينة كبيرة، القاهرة، اسكندرية، مدينة كبيرة أو محافظة كبيرة، والمدينة دي متوفر فيها مدارس لغات كتيرة ومن فترة طويلة، الغربية، طنطا، عايزة أقول لكم طنطا من المحافظات الكويسة اللي فيها مدارس لغات كتيرة من زمان وفيها مدرسين بيدوا دروس لغات. تمام، لو انت في محافظة كبيرة متوافر عندك الموضوع ده يبقى تمام، انت كده متاح لك تدي لغات. لكن ما تبقيش في قرية، ما تبقيش في مدينة ضعيفة جدا ما فيهاش اساسا مدارس لغات كتير، فيها مدارس لغات بس من كام سنة فاتوا، وعايزة تعلمي لي ابنك لغات. طب ما انت هتجيبي له مدرسين منين؟ هتضطري بقى مثلا ناس في المنوفية هيضطروا يودوا ولادهم الغربية او طنطا ويأجروا لهم اتوبيسات علشان ياخدوا الدرس، تمام، او يجيبوا لهم مدرسين، وطبعا كل ده بآلاف يعني. تاني حاجة، يبقى دي أول حاجة عامل المدينة. دوري في نفسك، شوفي انتي ساكنة فين، هل المكان بتاعك ينفع ولا لا. تاني عامل المادة. عايزة أقولك إن اللغات موضوع مكلف جدا. حتى هتقولي لي طب أنا مجرد مدخلة ابني مدرسة تجريبي، والمدرسة التجريبي دي بألف وألف جنيه، أنا أقدر على كده. هقولك المسألة بعد كده مش هتبقى تجريبي وبس، لأن في مرحلة الإعدادي والثانوي المسألة مش هتبقى مدرسة، هتبقى دروس. وعشان تدي درس لغات أقل درس تقريبا في الثانوية العامة بألف جنيه، فهتدي مثلا درس مقاس بألف، والدروس بقى اللي هي مواد الساينس، كيمستري، بيولوجي، فيزيكس، كل ده كل واحد بألف، فاهميني؟ ده غير بقى معاكي عربي، معاكي الكلام ده كله. فانت هتحتاجي مثلا 7-8 تلاف جنيه في الثانوية العامة في الشهر، أقل حاجة هنقول 5 تلاف، عشان تقدري تدي ابنك الدروس اللغات. المدرس بيدي الكيمياء ب 300 جنيه، بيدي الكيمستري ب 600 أو 700 وممكن 1000 لو هياخد لو هيدي برايفت في البيت. بيدي الأحياء ب 300-400 جنيه، بيدي البيولوجي ب 500-600 وب 1000، أنتوا فاهمين؟ المادة دايماً اللغات في الدرس بتبقى ضعف المادة لو هي عربي. وهكذا رياضة، ماس، الكلام ده كله. طيب تمام، يبقى انا لازم اكون معايا عامل الماده، مامن طبعا الامان بايد ربنا سبحانه وتعالى، بس اكون مظبط نفسي ان انا ابني هيتعلم بالشكل الفلاني، هدخله المدرسه اللغات الفلانيه مصاريفها كذا. طيب بعد كده الدروس، هقدر ادفع دروس في مرحله الاعدادي، في مرحله الثانوي الدروس هتزيد وهتغلى وهتبقى في حدود كذا. عندي طفل 2-3، انتوا فاهميني ازاي؟ فهل هقدر اكمل ولا اجي على النص اعطل ومش هقدر ادفع الفلوس دي كلها؟ يبقى حرام، عملت ابني على الفاضي وفي الاخر ما استفدتش اي حاجه. طيب تالت نقطه، تحصيل الطفل نفسه. يبقى اول نقطه المدينه اللي انت فيها دي النقط اللي بتحكمك. تاني حاجه عنصر الماده، وده مهم جدا. تالت عنصر الطفل نفسه، هل الطفل قادر يستوعب ولا لا؟
في كتاب مثلا في الابتدائي اسمه ديسكفري، هو بالعربي اسمه اكتشف. فمثلا في درس كده ان الطفل، انا بحاول ابين لكم موضوع اللي هو فروقات الاطفال ده بشكل بسيط جدا. الكتاب ده اكتشف بالعربي، فعنده مثلا صورة صقر، فالصقر ده بيجي بيقول له ان هو عنده جناحين وعنده منقار وعنده مخالب. ممكن اي طفل يفهم دي ان هو عنده جناحين ومنقار ومخالب. لا، هيجي بقى في الطفل اللغات اللي هو كتاب ديسكفري هيقول له ان هو عنده تو وينجز وعنده بيك وهكذا. انتوا فاهميني ازاي؟ هنا الطفل كده كده عارف ان الطيور عندها جناحين ومنقار، فهو مش محتاج يحفظ حاجة جديدة، هو مجرد بيفهم الكلام اللي مكتوب بيستوعبه. لكن هنا محتاج يفهم ويحفظ يحفظ الكلمات الجديدة اللي بالانجليش اللي عنده. انتوا فاهميني ازاي؟ فده هل ابني لأ مجرد انا عايزاه يفهم الكلام، مش عايزة اتقل عليه، ما بيعرفش يحفظ انجليزي كويس، ما بيعرفش يحفظ اسبرينج، ذاكرته ضعيفة، فهمشيه عربي علشان ما تقلش عليه، مش هديله مادة زيادة اللي هي الليفل، مش هديله الديسكفري ده بالانجلش، لا اديهوله احسن عربي ويبقى فهمه افضل. مش هديله الساينس، وطبعا مادة مهمة جدا واساسي في الثانوية العامة، لكل الناس اللي عايزة تخش طب او صيدلة لازم هيبقى معاه الساينس، هيفضل معاه طول الوقت طول ما هو علمي. طيب هديله حاجات علوم بالعربي، ولا اديله كيمياء وفيزياء واحياء بالعربي ولا بالانجليزي؟ في مسائل مثلا في الكيمياء انا شفتها اقسم بالله صعبه جدا، فهل ابني هيستوعب ان هو يفهم اصلا يحل المساله، ولا الاول كمان محتاج يفهم يبقى عارف كل المصطلحات اللي بالانجليزي وكمان هيفهم يحل المساله؟ انتوا فاهميني دي الزياده في اللغات، ان الطفل في اللغات مش بس عايز يفهم الحاجه اللي هو زي زميله اللي في العربي واخدها، لا ده عايز يفهمها وكمان يترجم كل الكلمات اللي بالانجليزي، ولو في كلمات جديده لازم يحفظها. لكن الطفل اللي بالعربي خلاص الكلام اصلا بالنسبه له مفهوم، هو مجرد بقى يفهم الشيء ده، المساله دي تتحل ازاي. فاهميني؟ فهل ابني مستوعب ده؟ هل ابني عنده القدر من الذكاء، عنده القدر من الحفظ انه يحفظ ده؟ وفي اطفال مش شرط، يعني ممكن انت عندك 3 ولاد اخوات، ممكن واحد تلاقيه متفوق في ده واثنين تانيين لا، او اثنين تلاقيهم كويسين من ده والثالث لا، فمش شرط كل الاطفال تبقى زي بعض. فاهماني؟ ما شاء الله في ناس بتبقى عندها كل الولاد مستواها كويس، نفس الذكاء او نفس المستوى الذكاء، فبتدخلهم الثلاثه لغات. فدول الثلاث نقط اللي انا عايزاكي تفكري فيهم وتعتمدي عليهم وتفهميهم كويس جدا علشان بعد كده ما تحتسيش. طيب انا هدخل ابني لغات في الاول وبعد كده هحول له عربي، عارفه بقى اللي هو ايه؟ تحصيل حاصل، يبقى انت ما عملتيش حاجه، يا لغات ويمشي لغات، يا عربي وهيمشي عربي. لان بجد معظم الناس بتعمل كده، اللي هي تدخل الولاد لغات يفضلوا كده لحد مرحله الابتدائي، تيجي يحوله في الاعدادي عربي. بذمتك استفاد حاجه من اللغات اللي هو اخدها في الابتدائي؟ هو اساسا نسي. التعليم بتاعنا مش تعليم اساسا للفهم والتعليم، التعليم حفظ. فبتلاقي نفسك الولد جه اصلا على الاعدادي ومش فاكر الساينس، ابتدى ياخد العلوم بالعربي، ابتدى ياخد الماس بالعربي، فنسي اساسا الساينس والرياضه اللي هو كان متعلمها بالانجليش، فملهاش لازمه. عارفه اللي انت حاجه ملهاش لازمه، انت شايفه ان قدرات ابنك او مادياتك ما تسمحش باللغات، يبقى من الاول خلاص دخلي الولد عربي بدل ما تشتتيه. ويبقى احساس رخم جدا انه مشي لغات فتره طويله 6-7 سنين وفجاه يحس انه حول عربي، بيحس انه بليد. انت عارفه الطفل بيتهز ثقته بنفسه، بيحس انه مش شاطر، انتوا حولتوا لي عربي ليه؟ بليد، لا في حاجه غلط، لا انا عايز افضل لغات زي ما انا. لا، من الاول من الافضل كوني واخده القرار لا هو ابني قدراته كذا، او انا مادياتي كذا، او المدينه اللي انا فيها كذا، فانا هدخل عربي او لغات. في ناس كتير بقى يا عيني بتبتدي مدخله لغات وبتيجي في الاخر المدينه اللي هم فيها مش مساعدينها على الموضوع ده خالص، تبتدي بقى زي ما بقول لكم بتاجر اتوبيسات، الطفل بيسافر لمده ساعه، او مش طفل بقى ما شاء الله بيبقى في الثانوي مثلا، بيسافر لمده ساعه يروح المدينه تانية علشان ياخد فيها الدروس ويرجع تاني لمده ساعه، والدرس ساعه، يعني ضاع منه 3 ساعات في اليوم عشان يروح درس واحد بس، فما بالكوا لو راح درسين في اليوم. فطبعا يوم بيضيع والوقت كله بيضيع وفلوس قد كده بتتصرف، وفي الاخر هيها لما بتيجي في الاخر مفيش اي تنسيق للناس اللغات، بيقل مثلا عن تنسيق الناس العربي، دول تنسيقهم اقل، لا التنسيق واحد جدا. شوفي ابنك هيستفيد بايه، شوفيه هل قادر
على اللغات، هل انت قادرة على مصاريف اللغات، هل المدينة اللي عندك فيها متوفر مدرسين ممتازين، مش مدرسين اي كلام، لان في مدرسين يقول لك انا لغات وهو اصلا مدرس عربي، هو اصلا مدرس كيمياء، تلاقيه حتى بيشرح للطالب الكيمياء بالعربي يقعد يترجم له بعد كده الكلمات بالانجليزي، يترجم له كل جملة، هو بيشرح بالعربي، احنا عندنا المدرسين مش بيشرحوا اصلا انجليش، هو بيشرح بالعربي ويترجم، بيقعد يعرب لنفسه عشان هو يبقى فاهم ويعرف يفهم الطالب. فالطالب كده كده بيبقى فاهم، المفروض يبقى فاهم الحاجة بالعربي بقى، فاهمة؟ مش فاهم بالانجليزي اللي هو الطبيعي اللي هو الصح، لا بيبقى فاهم اصلا بالعربي ويقعد بقى يترجم انجليزي. فطبعا هنا اللي انا عايزه اقوله لكم، قدرات كل طالب يا جماعه، ما تخصبيش على ابنك. مش انت شايفه ان اللغات كويسه؟ طبعا هي حاجه مش وحشه، بس هي مش هتفيده بحاجه في طول التعليم على فكره، اللي هو الابتدائي واعدادي وثانوي، لكن هي هتفيده اكتر في مرحله الكليه، لما يجي يدخل كليه طب او صيدله هيبقى عنده مصطلحات كتير جدا بالانجليزي وحاجات هيبقى هو ما شاء الله درسها قبل كده بالانجليزي في مراحل الاعدادي والثانوي، فهتبقى اسهل عليه من الطالب العربي اللي ما خدش اصلا المصطلحات دي قبل كده بالانجليزي، فهي هتفيده في مرحلة الجامعة. لكن مش معنى كده ان انت تفضلي مصعبة عليه طول حياته. ممكن انا طيب هدخل ابني عربي، هل هيبقى فاشل؟ هل هيبقى مش شاطر في الانجليزي؟ لا، قلت وهقول في كورسات كويسة جدا جدا، ممكن تدخلي ابنك كورسات كمبيوتر، كورسات انجليش، كورسات فرنساوي، كورسات اسباني، تعلميه كويس جدا ويتكلم احسن من اللي كان كمان بيدرس لغات طول الوقت. انتوا فاهمين ازاي؟ فانت شوفي الثلاث نقط بتوعك، ادرسيهم كويس جدا، صلي صلاة استخارة كده والجائي ربنا، شوفي قدرات ابنك واصلة لحد فين، هل هيقدر يستحمل طب هشوف قدرات ابني ازاي في كيجي 1 وفي كيجي 2 بتبين جدا، هتدخليه وتشوفي هل قادر يحفظ الكلمات، هل قادر يفهم الكلمات كتيرة قوي عليه الحاجات دي كلها، هل قادر يستوعبها ولا لا احول له عربي، وهكذا. بتمنى كلمتين مع شيماء النهارده يكونوا عجبوكم، ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناة، مع الف سلامة.